أهلا بيكو أبطال الصف الثالث الابتدائي. النهاردة حصة جديدة من مادة ديسكفر. طبعا يا حلوين، احنا لغاية دلوقتي اتعلمنا معلومات كتيرة جدا جدا. اتعلمنا healthy habits، عادات صحية جميلة لازم احنا نعملها، وكمان اتعرفنا على ال unhealthy habits اللي احنا لا يمكن هنعملها، عادات غير صحية. وشفنا ازاي أصدقائنا رشاد وياسمين عملوا اختيارات صحية وفهمونا وعلمونا ازاي نعيش حياتنا صح. تعرفنا كمان على ازاي my heart و my skin ايه الوظيفة اللي هما بيعملوها في جسمنا وازاي نحافظ عليهم. طيب تعال النهاردة نشوف معانا ايه الدرس اللي معانا النهاردة. النهاردة وصلنا لمحطة مهمة جدا. طبعا احنا قلنا الجسم السليم لازم يكون ايه معاها اكل سليم. طيب النهاردة وصلنا للفيتامينز and minerals. طب تعال نشوف مع بعض، احنا مع بعض في ثيم 1 هو ام اي من اكون، وعرفنا ان احنا بنتكلم عن ان احنا نعيش حياتنا بشكل صح. اتنين، احنا عندنا تشابتر 3 اللي بيقول ايه get fit with healthy eating، يعني بيقول لي ان الجسم السليم مع الاكل الصحي. عندي lesson 3 vitamins and minerals. هنتعرف النهارده عن الفيتامينز والمينرالز، العناصر الغذائيه والفيتامينات اللي انا محتاجها عشان يبقى جسمي قوي. طيب الدرس بيبتدي على طول بيقول لي ايه، بيقول لي which foods will you find the vitamins and minerals you need. بيقول لي يا ترى الاكل اللي احنا بناكله ايه الفيتامينز، ايه هي الفيتامينات والمينرالز والمعادن اللي جسمنا بيحتاجها. فبيقول لي look at the charts to find your answers. هنا جايب عندي صورتين وبيقول لي مش انت عايز تعرف الفيتامينز اللي انت محتاجها في جسمك موجوده في انهي اكل؟ فقال لي طيب انا عندي تشارت، التشارت ده يا حلوين عندنا في كتاب المدرسه ودلوقتي هو موجود قدام. طب تعال نشوف الفيتامينز اللي عندنا ايه. تعال نبتدي بفوق خالص، فيتامين A ده موجود فين يا حلوين؟ في الأورنجز وفي الكاروتس. طيب B1 زي ما احنا شايفين بيبقى موجود في الفواكه. طيب B2 في الخضار والبيض، وB12 أو B12 موجود في الألبان والأسماك. طبعا يا أولاد فيتامين B1 و2 و12 مهم جدا جدا للأعصاب بتاعت إيدينا وأعصاب جسمنا عشان تبقى قوية، وكمان عشان جسمنا ما يحسش بالتعب من أقل حاجة. بعد كده فيتامين سي عندنا في الكيوي وفي الفلفل وفي بعض الخضار اللي احنا اللي هو ايه الكالسيوم. لا فيتامين سي غير الكالسيوم. فيتامين سي موجود فين يا حلوين؟ عندي في الكيوي وعندي في بعض الخضروات. تعال نشوف فيتامين دي. الفيتامين ده مهم جدا جدا وهو اللي بيحرك جسمي ويخلي جسمي فيه نشاط، علشان كده مهم جدا ان انا اعمل تشيك واشوف الفيتامين ده عندي ناقص ولا لا. طيب بلاقيه فين؟ انا كمان لازم الاقيه في الاسماك وفي الاجبان، كمان اتعرض لضوء الشمس بس اللي في الصباح، عشان ضوء الشمس بتاع الظهر ده بيبقى مضر لبشرتي، يبقى لازم انا يبقى ايه؟ يبقى مهم جدا اشعه الشمس بتقوي كمان عند الفيتامين ده. بيهمني في ايه؟ عارفين كده لما نبقى تعبانين واحنا مش عارفين تعبانين من ايه؟ بناكل كويس وننام كويس وبنلعب رياضه بس الاقي جسمي بيتعب. اصحى من النوم الاقي جسمي كله بيوجعني وتعبان من غير ما حاجه، يبقى انا لازم اعمل تشيك على فيتامين دي. فيتامين اي ده بلاقيه حلوين في الذره وفي القمح، وده مهم جدا جدا للبشره عشان تبقى بشرتي نضره وشكلها حلو. يبقى دي كلها الفيتامينز اللي موجوده عندي، موجودة عندي في كل الأكلات دي، وعرفنا إن الفيتامينز دي مهمة ليه؟ يعني زي فيتامين A ده مهم عشان يقوي النظر، مش أجري على طول كده مثلا وعينيا بتوجعني وأسكت، لأ، يبقى أنا عندي مشكلة في نقص فيتامين A. قال لي إيه؟ قال لي طيب عارف المينرالز دي يعني إيه؟ يعني إيه مينرالز؟ أو يعني إيه معادن؟ قال لي substance needed by the human body for good health، يعني هي مواد وعناصر معينة بيحتاجها جسمنا. Minerals help from strong bones and teeth. المعادن بتساعدني ان عظم جسمي واسناني تبقى قويه، يعني ما تبقاش مثلا تسوس بسرعه، يبقى شكلها كده حلو وشكلها جميل. كمان العظم بتاع جسمي ده يبقى قوي، مش احنا قلنا ان لو انا عندي مشكله في العظم او مشكله في جسمي يبقى انا عندي مشكله في المعادن والفيتامينز. قال طب ممكن تقول لي فيتامينز يعني ايه؟ قال لي فيتامينز دي
important nutrients، عناصر غذائية مهمة، that are needed for normal growth، مهمة جدا عشان النمو. and nutrition يعني أنا دلوقتي لما أفطر واتغدى واتعشى أكل صحي بيحتوي على كل الفيتامينات، أنا يبقى جسمي إيه؟ هينمو وهكبر، صح ولا لأ؟ طيب قال لي the body needs many different vitamins in small amounts، وقال لي إن جسمي بيحتاج للمعادن المختلفة بكميات قليلة. يعني أنا ما ينفعش أروح أخد أي فيتامينز كده من نفسي، ما ينفعش أخد فيتامين دي من نفسي ولا فيتامين اي او بي 12 من نفسي، لان لو انا الفيتامينز دي اخدت منها كميات كبيره من دون استشاره الطبيب ممكن ده يعمل لي مشكله تانية في جسمي. فده لازم الاول بشوف نسبتها في جسمي قد ايه، لو نسبتها طبيعيه خلاص، طب لو نسبتها مش طبيعيه في الحاله دي الدكتور بيقول لي ايه الكميه اللي انا هاخدها كل يوم من الفيتامينز دي. طيب دي بقى المينرالز، شايفين بقى عندي الكالسيوم شايفين، وعندي الزنك، وعندي الايرون، وعندي الحديد، وعندي كمان البوتاسيوم، عندي كل المعادن دي المهمة جدا ولازم جسمي يحصل عليها علشان يبقى قوي. شايفين كمان الرايس والخضار، عشان الناس اللي هي مش بتحب الخضار او يقول لك لا انا اصلا ما بحبش الخضار، لا اصلك انا مش باكل البيض، البيض مهم جدا يا ولاد لنمو الجسم، فانت لو مش بتحبه مسلوق ممكن تعمله بطريقه تانية، بس لازم كل يوم احنا جسمنا ياخد كفايته من الاكل، تمام. والفواكه ما ينفعش اقول انا ما بحبش الفاكهه، احنا اتعودنا ان احنا من الدروس اللي احنا اتعلمناها ان الفاكهه مهمه جدا وان هي بتعتبر هيلثي سناك، وتعرفنا على الان هيلثي سناك لايك الشوكليت والتشيبس، وقلنا دي وحشه احنا ما ناكلش الحاجات دي. طيب ده كان الدرس بتاعنا اللي موجود معانا ليسن 3، وكده انا كنت مبسوطه جدا معاكم في الدرس ده وتعرفنا فيه على الفيتامينز وعلى المينرالز واهميتها لايه في جسمنا. طيب وايه الاكلات اللي احنا بنلاقي فيها الفيتامينز والمينرالز؟ وطبعا بشكر جدا منصه البث المباشر والاداره العامه للمحتوى التعليمي.